دي بدي احكي لك هلا. اوكي هيك طعمتينا فطير، ايش في شيء مميز كمان بالفطير اللي موجود بيه؟ الفطير الدمياطي مختلف عن اي فطير، هو الفطير الحلو والفطير الحادق. وبعدين الدمايطه مش بيحطوا الفطير كده، بنحط احجام صواني كده كبيره وتقعدي تاكلي بقى في الفطير دي. الفطير اللي هو ايه، الفطير بتاعنا بتاع القاهره العادي ولا فطير مشلتت؟ لا هو فطير محشي بالقشطه من جوه ومن بره عليه العسل والمكسرات والسكر والزبيب وكده. الله. ومسقي برده من فوق شربات. حلو. الحادق البغاشه بقى بنسميها هنا. لا دي عندنا في القاهره بنسميها البغاشه. البغاشه عندنا في دمياط عادي اللي هي رقاق وجواه مهلبيه. احنا عندنا البغاشه اللي هو سكر و لا ده فطير مشلتت جواه، ده يعني فطير جواه. لا ما ده مش عندنا كده، احنا عندنا فطير الرقيق ده. بقول لك لازم تيجي بس بره. انا لازم شد عن جاب. ده الفطير الدمياطي. طب وانت تقولي ايه للناس اللي بيقولوا دمياط مش دمياط؟ لا هما لما هياكلوا دمياطي هيقولوا دمياط، لما هما من بره بيقولوا دمياط. طب ودي الشوربه الصياديه ده جزل سلمون ولا ايه ده؟ لا دي جزل سمك. ايوه بس مش سمك سلمون. لا لوت اروس اي حاجه زي هاي زي بلح الشام. زي اصابع زينب عندنا. انتوا بتسموه بلح الشام برضو؟ احنا بنسميه بلح الشام. في بورسعيد دي بقى البامبوزه. مش عايزاهم يوقفوا عندها دي عشان ما عرفتش اجيبها لكم اللي فاتت. بليز وقفوا عندها. هلا هلا بنطلب منها. دي يا استاذ رائي هيا رجعها. هيا رجعوها. البامبوزه دي مش كانها بامبوزه، دي فاكهه بتيجي في موسم واحد شهرين كده في السنه في الصيف. دي اللي ما لحقتش اجيبها لكم. دي بقى تحفه تحفه وطعمها حلو وبتخلي لون اللسان لونه موف وانت بتاكلي. ما احلى. طب ايش بيشبه التوت طعمها مثلا؟ قريبه من توت على كريسك. والله حلو قوي. بلعت ريقي جري زي ما بيقولوا. لا دي ما جربتهاش. وهذا ايش؟ احنا عندنا في دمياط لازم ناكل سندوتشات بلح معموم مهروس في السمنه في الشتاء. اعملها هذيك المره. حطيت عليها شويه قرفه. بيض. حطيت بيض وقرفه. لا من غير بيض، احنا مش بنعملها ببيض. بلح بيتفصص وبناخده في السمنه وتقعدي تهرسيه وبعدين تحطيه في السندوتشات تروحي تاكليه على البحر. بيض بالعجوه. الله. مش عجوه، بلح. بلح عادي. بلح عادي. هاي ايش سندوتشات؟ دي سندوتشات البلح. هاي هي البلح. اوكي. طب ليه لونها غامق؟ انا وانا بصور بقى اتصور انواع السمك هناك. حامل جمبري صح؟ ايه ده بس. لا في فروق بين دمياط وبورسعيد على فكره، كنت فاكر ان هم قريبين بس لا طلع في فروق. انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ انا عم بطلع بطلت افهم شو بتحكوا. فصلت شوي شكلها بشهي. شوف قوي 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 يعني. انا عم بغلبني بس والله اكله زاكي حبيبتي. يعني مضطره عشان بس على الاقل في حاجه فاهمه، في ميزه. طيب بعدين اخذتينا طعمتينا فطير، بعدين ايش؟ بصي بقى القعده على البحر في راس البر بالليل دي وهم يعني. بصير برد بالليل هناك؟ طول الصيف لا. أوكي. لكن طبعا دخلنا في الشتاء لا، دلوقتي في مطر هناك وهي في الشتاء احلى من الصيف كتير. والله. ففي هناك تتمشي على شارع النيل وتشوف النيل، بس انا شخص بيحب البحر اكتر يعني. عندي مشكله على البحر. يعني انت فريق البحر مش فريق النيل، لان دمياط انت عارفه في ال في هيك وفي هيك. الاثنين في راس البر. بس انا بحب السهره على ده المشبك والدوره. المشبك اللي هو بيكون برضه شيء حلو صح؟ احنا من هذا بالمولد النبوي تذكر قلت لكم. ايوه بالمولد منه. بيكون لونه احمر اللي بالعسل الابيض محمر. أيوة. شويه والثاني كده. بس في دمياط بقى بنقعد بقى بالليل سهره بالليل دي كوبايه الشاي على البحر، وبعدين بقى نجيب هريسه بسيمه بسبوسه كده. ما بتاكلوش بطارخ في دمياط؟ بطارخ السمك. سمك. لا بناكلها. ده كله بالزبده؟ بالزبده. وناكلها متملحه. انا بحبها متملحه. فلفين ومتملحه بالزبده. انا جعانه قوي. بص بقى انا بروح بقى ايه بورسعيد بالذات. انا جعانه قوي كمان. انا بعشق بورسعيد وروح دمياط راس البر بعشق راس البر كمان. فانا لما بحب كده ايه الدنيا تغيم عندي اروح رايح ايه على بورسعيد او راس البر. بحبهم جدا. فبس الصراحه بورسعيد اكتر. فباكل بالليل بقى كساطه. هخليك تحب راس البر. ايوه ما انا اقول لك بقى الحاجات اللي ممكن يكون عندكم زيها. الكساطه اللي هي الكساطه. عندكم زيها صح؟ اصلا ده ايطالي كاساتا. كاساتا يعني حاجه زي الايس كريم. أوكي. بس ليرد فيها. أوكي. طبقات كتير والوان مختلفه. عندنا ايس كريم تاني اسمه راشا، ده القديم شكل الكاساتا لما اتطورت بالقشطه. أيوه. والفستق اسمها راشا. طيب ايام ما طلعت اغنيه راشا. وفي التمريه. التمريه مش عندنا. التمريه دي عند البورسعيديه ودي كمان عندكم انتم من الاردن وفلسطين. التمريه بتنقلق لي مع هيك عجينه برا بنحط عليها سكر ناعم. بالظبط. على قولتك في بورسعيد بقى في عربيات في الشارع بتعمل تمريه وزلابيه. يا الله شو زلابيه اللي هي اللقيمات. مش معقول.